السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم راح يكون في الوحدة 17، صلاة أهل الأعذار. قال الله تعالى في صلاة أهل الأعذار: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طبعا نحن معنا عدة أشياء منهم تطلق عليهم صلاة أهل الأعذار. مثلا عندنا صلاة المريض. أول شيء نأخذ أولا صفة صلاة المريض. طبعا فيه أشخاص كثير يصير عندهم دعكات صحية، فما هو كل إنسان يقدر أن يصلي صلاة طبيعية مثل الإنسان الذي لا تواجه أي مشاكل مثل المرض وغيرها. طبعا عندنا صفة صلاة المريض: يجب على المريض أن يؤدي الصلاة حسب استطاعته. طبعا خذها قاعدة، أي صلاة في صلواتنا ما تترك أبدا، ما تترك، ما أقول العقل موجود، الإنسان واعي، الصلاة ما تترك أبدا، بس تختلف أدية الصلاة. طبعا عندنا صفة الصلاة المريض: يجب على المريض أن يؤدي الصلاة حسب استطاعته ولا يجوز تأخيرها في الوقت ما دام عقله حاضر. وبيان صفة صلاته على التفاصيل كما يلي: أولا عندنا رقم 1: يجب على المريض أن يصلي قائما إذا استطاع، إذا استطاع له القيام فأن يصلي. 2: فإن كان يتضرر بالركوع والسجود لا يستطيع أن يصلي قاعدا، نفس ما عندنا في رقم 3. رابعا، وإذا لم يستطيع أن يصلي قائما ولا قاعدا فيصلي حسب استطاعته مثل ما هو موضح معنا في رقم 4. و5: إذا لم يستطيع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنبه إن تيسر له، فإن لم يستطيع على جنبه أن يصلي نفس اللي واضح معنا في رقم 6. فإن لم يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره ومتجها إلى القبلة. هذه طبعا الصفات اللي ممكن الإنسان أن يستخدمها في حالات المرض، في حالات المرض. طيب إن لم يتيسر له الإمام ببدنه في الركوع والسجود أو برأسه، فإن شق عليه سقوط الإمام أو أجرى أعمال على الصلاة على قلبه فيني أفعال الصلاة من الركوع والسجود والجلوس. طيب السنة أن يكون المريض متربعا في جلوس في موضع قيام الركوع ومفترشا في مستوى ذلك. وقال تعالى في القرآن ودليلنا: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب أحكام صلاة المريض: طبعا لا تسقط الصلاة نفس ما تكلمنا، لا تسقط الصلاة أبدا أبدا ما دام عقله حاضر، لا تسقط أبدا عن المريض، لأن الصلاة عمود الدين. قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني مسألة الصلاة مسألة مهمة جدا جدا جدا، حتى في حالة المرض يصليها الإنسان، بس تختلف الطريقة، بس ما تترك أبداً الصلاة. فإن كان المريض يشق عليه التطهر لكل صلاة، يعني إذا كان لا يستطيع الوضوء في كل صلاة وتشق عليه الصلاة في أوقاته فله الجمع. دين الإسلام دين يسر، فله الجمع بين الصلوات الظهر والعصر أو صلوات المغرب والعشاء في وقت أحدهما حسب الأرفق بحاله. فإن كان المريض يغمى عليه ثم يفيق فإنه يصلي حال إفاقته. في ناس ممكن تأتي حالة إغماء، لا يستطيع الإقامة ولا يستطيع الصلاة، فمتى شفاه الله من هذه المرض يقوم ويرجع ويصلي الصلوات الفائتة. طبعا هذا في أحكام صلاة المريض. طبعا المريض الذي ستجرى له عملية جراحية ويحتاج لتخدير، يقول لك هنا يجوز للإنسان
المريض الذي تجرى له عملية جراحية الجمع بين الصلاتين تقدم قبل العملية، فإن كان وقتها الأول قد دخل أو تأخر. يعني مثلا إنسان كان عنده عملية جراحية، نقول مثلا في قبل صلاة العصر، يحق له، ممكن العملية تأخذ إلى ساعة إلى ساعتين، ممكن يدخل عليه وقت الصلاة وهو في حال العملية، يجوز له مثلا أن يجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر، جمع تقديم جائز له أو جمع تأخير. طيب من كان على سريره عاجز عن استقبال القبلة، طبعا في ناس ما تقدر تستقبل القبلة وفي حالة مرض أو شيء، يجوز له الصلاة على أي مكان من حال، يجوز لأنه لا يستطيع المريض، يجوز له. من عجز عن الوضوء والتيمم صلى من غير وضوء، أهم شيء الصلاة لا تترك أبدا. في ناس ما يقدر يتيمم ولا عنده أحد مثلا إنه يساعده أو شيء، ولا يستطيع الوضوء حالة عجزة أو في حالة مرضه، فهنا نقول يصلي على حسب حالته، حتى لو كان ما يستطيع استقبال القبلة أهم شيء الصلاة لا تترك. ومن كان على ثوبه نجاسة ولا يستطيع غسله ولا تغيير الثوب، أو كان حامل النجاسة كالمريض، في ناس يكون حامل للنجاسة كالمريض وغيرها، فهنا نقول يصلي حسب حاله، أهم شيء لا تترك الصلاة. طيب مخالفات المرضى في الصلاة، في أحيان بعض المرضى يشار بعضهم في صلاة بإصبعه في الركوع أو السجود، يعني الحركة في الصلاة أو في السجود، أو يضع شيء على نفس الأرض سواء مخدة أو شيء، فهذه أشياء مخالفة لا أتت في السنة ولا أتت في كتاب الله تعالى. طبعا هذا في حال في مخالفات المرضى وصلوات وفي حال للمرضى. طبعا هذول أهل الأعذار المرضى ومخالفات المرضى في الصلاة وغيرها. وهذا، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.